تاريخ لا ينسى، وأرض حط عليها أشراف القوم، عمروها بالصروح العلمية، فأضحت المنهل الذي يرتوي منه كل طالب علم. في عام 1424 للهجرة، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، تفضل رحمه الله بوضع حجر الأساس لجامعة فهد بن سلطان الأهلية في مدينة تبوك، لتكون نبراسا لتحقيق أحلام أبناء هذه المنطقة كأول جامعة في هذه المدينة، تلبي دعم خادم الحرمين الشريفين للتعليم العالي في المملكة. وسيرا على الخطى التي رسمها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك في نشر الثقافة والعلوم في هذه المنطقة ذات الموقع الجغرافي المتميز، فانطلقت الجامعة في بيئة تعليمية باعثة على الإبداع والتميز في التعليم العالي والتنوع في التخصصات التي تعتمد عليها التنمية في المملكة العربية السعودية. يشرف على عمل الجامعة مجلس أمناء يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، ويتولى إدارة الجامعة مدير يساعده مجلس الجامعة ومجالس الكليات والأقسام، وتتلقى الجامعة دعما تقنيا من قبل الجامعة الأمريكية في بيروت، والتي تعمل كمستشار لها في تطوير أنظمتها الداخلية ووضع برامجها الأكاديمية وانتقاء كادرها التعليمي ذو الخبرات العلمية والعملية والمتميزة مهنيا وأكاديميا. التزمت الجامعة بتقديم أرقى مستويات التعليم من خلال كلياتها المختلفة، ككلية الحاسب الآلي والتي تضم قسمين، قسم هندسة الحاسب وقسم علوم الحاسب، وكلية إدارة الأعمال والتي تضم قسم المحاسبة والمالية وقسم الإدارة والتسويق وريادة الأعمال، وكلية الهندسة والتي تضم ثلاثة أقسام هي قسم الهندسة المدنية وقسم الهندسة الكهربائية وقسم الهندسة الميكانيكية، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية وكلية العلوم الطبية. وجميع هذه الكليات تمنح درجة البكالوريوس في كافة تخصصاتها. أما بالنسبة للدراسات العليا، فتقدم الجامعة برنامجين، برنامج الماجستير في إدارة الأعمال وبرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال الأول من نوعه في منطقة تبوك، خدمة لمن هم على رأس العمل. تتميز الجامعة ببنائها الهندسي الحديث والذي أصبح معلما لمدينة تبوك، تبتسم قبته الزرقاء للقادم من بعيد مبشرة بانتهاء عناء السفر، حيث يمتد على مساحة تتجاوز 100,000 متر مربع، وبقاعاتها الدراسية المتعددة والمجهزة بأحدث التقنيات والوسائل التعليمية المتطورة التي ترقى بالعملية التعليمية إلى مصاف الدول المتقدمة. وتضم الجامعة مسارح داخلية فخمة تقام عليها جميع المناسبات والنشاطات العلمية والاجتماعية، وكذلك عيادة مجهزة بطاقم طبي متمرس يشرف على صحة منسوبي الجامعة. كما تضم الجامعة مبنى رياضيا وصالات وملاعب لمختلف النشاطات الرياضية من التنس وكرة القدم وكرة الطاولة وغيرها. اهتمت الجامعة بتجهيز المعامل والمختبرات بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية، والتي تمكن الطالب من إجراء التطبيقات العملية وتنمية مهاراته العلمية في كافة فروع المعرفة. تولي الجامعة اهتماما بالطلاب الملتحقين بها منذ دخولهم الجامعة، بدءا من استقبالهم في قسم القبول والتسجيل، حيث يتم تزويدهم بكافة المعلومات الضرورية حول التخصصات المتوفرة وشروط القبول فيها، كما يتم تعريفهم بالسنة التحضيرية الملزمة لجميع الطلاب والطالبات، وضرورة خضوعهم لاختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، والتي يتم على ضوء نتائجها تصنيفهم وفق مستويات في المواد المذكورة.
وتشمل السنة التحضيرية برنامجا مكثفا في تلك المواد مع التركيز على اللغة الإنجليزية كونها اللغة المعتمدة في الجامعة، وتستخدم في ذلك معامل مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وخدمات الإنترنت بما فيها استخدام أنظمة التعلم الإلكتروني، وذلك لتحضيرهم لمتابعة دراستهم الجامعية بنجاح في مختلف التخصصات التي يرغبون بها. كما تقدم الجامعة برنامج التجسير الذي يمكن حاملي شهادات الدبلوم من كليات التقنية والمجتمع من الحصول على درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات التي توفرها الجامعة. وتتم الدراسة في هذا البرنامج خلال الفترة المسائية، وذلك لإتاحة المجال للطلاب المرتبطين بوظائف خلال الفترة الصباحية. تضم مكتبة الجامعة آلاف الكتب والمراجع في مختلف التخصصات، كما تضم أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة مباشرة بالمكتبات الإلكترونية، والتي تتيح للطالب والباحث من خلالها إيجاد ما يحتاجه من معلومات لإكمال نشاطاته في الفصل الدراسي. ونظرا لأهمية البحث العلمي، تساهم الجامعة في دعم أعضاء الهيئة التعليمية للمشاركة في المؤتمرات الدولية بما يزيد من إنتاجها في البحث العلمي كما ونوعا. كما تتبنى الجامعة خطة استراتيجية لتنظيم محاضرات بحثية أسبوعية يشارك فيها متخصصون من جامعات محلية ودولية. ورغم حداثة انطلاقتها، فقد نظمت الجامعة العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل العلمية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية، مثل ورشة عمل اللغة الإنجليزية والتي عقدت بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، وورشة عمل رسومات الحاسب والتي عقدت بالتعاون مع مركز التصميم الهندسي والتصوير العلمي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، والتي شارك فيها العديد من الجامعات المحلية والعربية والعالمية، وورشة عمل الروبوتات التفاعلية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع جامعة فرساي الفرنسية والجامعة الدولية الإسلامية الماليزية وجامعة التكنولوجيا الماليزية، وورشة عمل عن سبل نقل التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة مونتريال ومركز مونتريال لأبحاث الحاسب وجامعة الطائف والعديد من النشاطات الأخرى. وتماشياً مع التطور التكنولوجي، فقد أسست الجامعة مركزاً متطوراً للمعلومات مجهزاً بأحدث الخوادم والنظم المعلوماتية، مكن الجامعة من التحول النوعي بالعملية التعليمية وتطويرها إلكترونياً. كذلك تم إطلاق نظام الموديل لتطوير العملية التعليمية وإدارة محتوى المواد إلكترونياً والتعلم عن بعد. ويمكن التعامل مع جميع هذه الأنظمة عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، والتي تسمح لمنسوبي الجامعة وللباحثين من الدخول إلى موقعها عن طريق الشبكة العنكبوتية. تسعى الجامعة لتقوية الروابط بينها وبين مؤسسات المجتمع، وذلك من خلال دورها في التواصل مع جميع شرائحه ومؤسساته الخاصة والعامة، وفق خطة استراتيجية وضعت بناء لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء، حيث غدت الجامعة معرضاً لمختلف النشاطات الاجتماعية من ضمنها فعاليات اليوم الوطني واستضافة الندوات العديدة. كما تشارك الجامعة في نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال تعاونها مع برنامج الأمير فهد بن سلطان الخيري. كذلك أضحت الجامعة مقصداً لضيوف منطقة تبوك من أصحاب السمو الأمراء والأميرات ومعالي الوزراء وسعادة السفراء والملحقيات الدبلوماسية والعسكرية من مختلف دول العالم. كما تشارك في العديد من المعارض والمؤتمرات، من بينها معرض كن داعياً الإسلامي والمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي. كما تسعى الجامعة للتواصل مع مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع، فقد وقعت اتفاقية تعاون مع صندوق الموارد البشرية واتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة في تبوك.
استطاعت الجامعة إبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع جامعات عالمية وعربية مثل جامعة نابير وجامعة تشستر وجامعة لوفبورا في بريطانيا والجامعة الإسلامية الدولية والجامعة التكنولوجية في ماليزيا ومركز مونتريال لبحوث الحاسب وجامعة مونتريال في كندا وجامعة أوتو فون جيرك في ألمانيا، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون التقني مع الجامعة الأمريكية في بيروت. وتحرص الجامعة على تفعيل هذه الاتفاقيات من خلال مشاركة أعضاء الهيئة التعليمية في مشاريع البحث العلمي المتوفرة في تلك الجامعات وإفادة الطلاب والطالبات إليها للتدريب الصيفي، وحرصا على تشجيع طلاب وطالبات الجامعة على التميز والتفوق الدراسي ولتخفيف الأعباء المالية عن كواهلهم. تقدم الجامعة برامج عديدة للمنح الدراسية، منها برنامج صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان وبرنامج السيد صبيح المصري، بالإضافة إلى منح وزارة التعليم العالي. ونظرا لاهتمام الجامعة بتفوق طلابها وتميزهم في العديد من المجالات العلمية، أولت الجامعة أهمية لتنمية شخصية الطالب الاجتماعية، فعقدت العديد من الملتقيات والنشاطات والرحلات الطلابية التي تساهم في بلورة مواهب الطلاب وتجدد نشاطهم الذهني والعقلي. فعلى الصعيد العلمي حصل طلاب الجامعة على إنجازات عديدة. أنشأت الجامعة مركز ضمان الجودة الذي يتابع بدوره تنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية للجودة ومخرجات التعليم، والتي ستؤهلها للحصول على الاعتمادات المحلية والعالمية. وانطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الأمناء بالعمل على رفعة الوطن والمواطن، عملت الجامعة على تطوير دؤوب للعاملين لديها بإقامة دورات تعليمية لتنمية قدراتهم الوظيفية ولحثهم على النشوء والارتقاء بكفاءاتهم العلمية عبر استحداث جائزة الأداء الوظيفي المتميز. في هذه الجامعة الفتية عقد القائمون عليها العزم بالوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية، وخططوا للمستقبل بزيادة التخصصات والكليات التي تجعل منها أكثر تنوعاً وحضوراً. فتم التخطيط لإنشاء كلية العلوم الطبية والصيدلة وكلية طب الأسنان وبرنامج التصميم الجرافيكي وبرنامج الدراسات العليا في كلية إدارة الأعمال التي تمنح درجة الماجستير للذكور والإناث. كيف لا وهي تملك أكثر من 300,000 متر مربع تستطيع من خلالها رسم مستقبلها وأحلام أبنائها.